عاش رعاي الدولة في إقليم الزبارة في أمن وسلام ردحا طويلا من الزمن في ظل حكم ورعاية الدولة الخليفية، واستمر الوضع كذلك حتى تسلطت عليهم الأطماع السياسية والنفطية فضيقت عليهم وحاصرتهم بل وحاربتهم. مبارك النعيمي أحد رعاي البحرين يصف لنا حياته هناك قبل العدوان. والله إذا بحياتنا هناك على ما قال برية أم الماء حلوان اللشي نسيته، هذا لا سرجن زبارة، زبارة اللي على السيف يقول النجد دش داخل الجلعة حافرين النهر من البحر إلى الجلعة شمالي. هناك عندهم بيوت دول سفناهم مهدمين بنيان طين وحاصل، ثاني ساكنين ثاني ساكنين في الدوحة، هم بلادهم دوحة، البر ما هو لهم، البر في كل متروس القبائل معزيبهم الخليفة هالبحرين، راتبهم يجي في مظلوف، مظلوف عند الزبارة دكاكين يجي من المحرق، الدوحة ما يروحون، الدوحة ما يروحون. أنا عايش ويا حسن بن صياح، حسن صياح نعيمي والصياح، أنا وياه عايشين اثنين، هو أكبر مني في السن حسن. تذكر لعبنا ويا اليابر هلبه، لعبنا ويا اليابر في حلوان، هذا عيالنا وعيالهم كلهم يمين، نتجمع ونلعب في حلوان، لعبون سلمك الله يسمون الهول، كان عرفت الهول، الهول سلمك الله يحطونا نشان شرق ونشان جبلة، وكلنا احنا الناس في الوسط، يصير يطبق واحد الرفيد ويركض حق الهول، هذا طريقتنا، كنا نصيده، شفت لعب الكورة مثل لعب الكورة، اي ولا نقل لنا عظم سمونه عظم سرى عظم سرى. ورحت العرة اليابر والنعيم المايل هاي كلهم في هالعرة، هاي شرج الزباري به يا بيصة بذك الحبايل والأقدار، ولكن حضرا يا طير مكان صدوق، هذه مقيولة في الطيور يا جماعة. أنا في العرة، في العرة ذاك الوقت العرضات أروح لهم، إحنا يهال صغير نروح لهم يعرضون، عندهم تبقان هاي مبارود مجمع على مقالهم، تعرف مجمع يحطون فيها بارود وعندهم نازة ويشيكونها لين تنفرس بارود، وتاني يعورون بها يرزفون ماتي ويثورونها في الأرض بها. شوفوا غبارات تبث مو بشيء ساتم، لا هاي بارود. العم مبارك النعيمي كان أيضا شاهدا على العدوان على أهل البحرين في إقليم الزبارة. والله إحنا سمعنا طاري أن بيصير ما بين القبائل الخليفة تبع الخليفة وتبع الثاني، لكن الثاني استعانوا بإيران. وتؤكد الوثائق البريطانية بأن بعض المرتزقة الذين استعان بهم شيخ الدوحة للعدوان على أهل البحرين في إقليم الزبارة تم استجلابهم من إيران. الفارس يبغوا لهم جيش من فارس حق الحرب، اي نعم، ما كان عندهم أول جيش وايد ولا شيء أبدا، تحددوا ما بينها هناك بعد ما مستلفون ولا شيء، لا يتوعدون وعد، يروح واحد على مطية ويقول مصر تصيروا انتو مثل عزمتو هاللون، ياخذ منهم كلمات يقول حق ربعه بس، لا ما عندنا تلفون ولا شيء يبه
لا. وقعت الحرب الأخيرة هنا عند قلعة الثغب. الثغب رول بيبان. رول عود. رول رول. هذه اللي صار فيه الحرب. بدأت القبائل العربية بعرضة الحرب. أنا نروح لهم يا هول، نروح لهم نقعد هم يرزفون وإحنا نطالع. هذاك الوقت الله. عقب 8 يوم صارت الحرب. عقب ما نزل علينا ماين تبدأ الحرب. الله يبقى ان شارك يا طال عمرك كلهم القبائل كلهم النعيم والشعبان والشبسة واليفافذة هذي كلهم شاركوا في الحرب. اي نعم الرمزان كلهم. ويروي لنا مبارك النعيمي في الحلقة القادمة مشاهداته لهذه الحرب الظالمة على أهل البحرين المسالمين في الزبارة.